صلاة الصبح كان الإشكال من سنتين نفس صلاة المغرب. إن ما نعتمد ما نقدر نعتمد على زاوية معينة بالضبط ونقول إن هاي الزاوية هي وقت صلاة الصبح. اللي هي زاوية 18 درجة. 18 درجة نفس ما شرحت من ساعة هو الشفق الكوني. يعني ثانية واحدة بعد 18 درجة هو بدء النور من الجهة المشرقية الفجر الصادق. لكن لاحظنا طبعا 18 درجة هي الزاوية الصحيحة في الاعتدالين. لكن تختلف بعد الاختلافات تكون بسيطة عندنا في البحرين، لكن كل ما اتجهنا شمالا أو جنوب خط الاستواء الاختلاف يزيد. لكن في التقويم راجعنا المكتب الفلكي للسيد السيستاني وهم اعتمدوا 18 درجة، فاحنا كتقويم بعد اعتمدنا 18 درجة. يعني على مدار السنة نشوف الساعة كم الشمس تكون تحت الأفق 18 درجة تحت الأفق الشرقي أو نقول صار 18 درجة، ونعتمد أن هاي هو وقت الفجر الصادق ووقت دخول صلاة الصبح. أولا صلاة الصبح يا إخوان في اختلاف من جهة الشبهة الحكمية وفيها اختلاف من جهة الشبهة الموضوعية. والفلك دخلت الأخوة في البلد من جهة الشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية شلون؟ يعني هذا من دين الفقهاء، من يعني مسؤولية الفقيه أن يعين لك هذا الحكم لهذا الإمام. شلون نختلف من جهة الشبهة الحكمية في صلاة الصبح؟ صلاة الصبح يا إخوان في الليالي غير المقمرة لا خلاف فيه بين علمائنا أن وقت صلاة الصبح يكون طلوع الفجر، ما في خلاف. في الليالي غير المقمرة أن شوي نوسع الأمر، نفصل عندنا في الشهر ليالي مقمرة وليالي غير مقمرة. الليالي المقمرة تبدأ من ليلة 11 إلى ليلة 20. من ليلة 11 في الشهر إلى ليلة 10 هذه ليالي غير مقمرة. من ليلة 21 إلى ليلة 30 في الشهر أو 29 هذه يسمونها ليالي غير مقمرة. الليالي المقمرة من ليلة 10 إلى ليلة 20 هذه العشرة الوسطى في الشهر، العشرة الوسطى. لا خلاف بين علمائنا أن وقت صلاة الصبح هو من طلوع الفجر في الليالي غير المقمرة، يعني الأولى الليالي غير المقمرة في الأخيرة، العشرة الأخيرة والعشرة الأولى. إنما الخلاف بين علمائنا وقع في العشرة الوسطى من ليلة 10 إلى ليلة 20. شلون هذا الخلاف؟ الخلاف بين علمائنا وقع أن وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر لو تبين الفجر. في فرق. طلوع الفجر هو وقت صلاة الصبح، لو تبين الفجر هو وقت صلاة الصبح. الآن في الصيام في آية الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. تبين مو طلوع، ما قلت فيه تبين. السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه يرى أن وقت صلاة الصبح يبدأ بتبين الفجر مو طلوع الفجر. فتبين الفجر في الليالي في العشرة الأولى ويا الطلوع واحد ما يختلفان، والتبين الفجر في العشرة الأخيرة أيضا ويا الطلوع، ولكن تبين الفجر وفي العشرة الوسطى يتأخر عن الطلوع لأن الليالي مقمرة فيها القمر واضح. إذا كان القمر واضح يطلع الفجر
بس ما يتبين للناس، يتبين للناس بعد 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة. بعض الفضلاء، بعض المحققين يقول 10 دقائق بين طلوع الفجر وبين تبين الفجر. ولكن المعمول به في الجمهورية كان 20 دقيقة. بين في بعض المساجد 20 دقيقة. بين طلوع الفجر وبين تبين الفجر. شو الفرق بينهما؟ السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، أنا ما تجده هذا الكلام ما تجده في الرسالة العملية. يعني لا تقول لي تحرير الوسيلة مثلا وجد، لا، هذا موجود في رسائل استدلالية ألفت في الليالي المقمرة. رسالة كتبها شيخ فاضل الأنكراني رحمة الله عليه، من تلاميذ السيد الإمام الخميني، من أجل تلامذته شيخ فاضل الأنكراني رحمة الله عليه، توفي رحمه الله. الآن الموجود شيخ جواد الأنكراني ابنه، أما تروح للمرجعية، فذكر في كتابة في الليالي المقمرة ناقش السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه مناقشة استمرت ذلك، هو أنه توصل ورأيه مثل رأي السيد الإمام الخميني أو أنه يختلف عن رأي السيد الإمام الخميني. المهم أنه في هذا الأمر إذا اتضح إلينا أن مسألة تأخير الصلاة 20 دقيقة بين لإحراز تبين الفجر. بناء على رأي السيد الإمام الخميني، من يصلي في 10 الوسطى، في 10 الوسطى من طلوع الفجر قبل أن يتبين، صلاته أوقعها قبل الوقت، لأن عنده الوقت يدخل بتبين الفجر. يعني بعبارة ثانية، تفضل. حتى لو أدنى أنت أخر ثلث ساعة. أصلاً في الجمهورية أنا شفت أن عايش هناك مدة، في الجمهورية بعض المساجد يؤذنون بعد ثلث ساعة من الأذان. هذاك يؤذن هالقد